على الواقع مع الدكتور سعيد عبد العظيم. والرحمة الغراء بالخيرات تأتينا. في فهم الواقع أضواء والتقوى للمرء دواء، والمسلم يهوى شرعته والمنهج بحر معطاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، بعد أيام قلائل يهل علينا بإذن الله تعالى شهر ذي الحجة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهله علينا وعليكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. لابد من التعرف على الأشهر العربية وما ارتبط بها من أحكام شرعية، والأحكام إنما ارتبطت بالأشهر العربية كشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر الله المحرم وشهر الربيع، لم ترتبط الأحكام بشهر مارس ولا إبريل ولا شهر يناير، وإن كان طبعا الأمة لا تكاد تعلم إلا الأشهر الفرنجية، أما الأشهر العربية وكأن المعرفة بها طويت عبر سنوات طوال، ولا بد من دعوة ولا بد من تبصير الناس بما جاهلوه من دين الله. والدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ونحن نحسن لأنفسنا ونحسن للخلق عندما ندلهم على حرمة الزمان، حرمة المكان، حرمة الأشخاص، عظم الأحداث. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. حتى نرتفع لمستوى هذه الحرمات فلا بد وأن نتعرف عليها ابتداء، لا بد من إشاعة مفاهيم الهدى، لا بد من تقليل لمعاني الغربة. وقد بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. الناس يعرفون شهر إبريل وفي كذبة إبريل، شهر مارس فيه عيد الأم، شهر يناير ورأس السنة الميلادية، يحفظون ذلك عن ظهر قلب. وقد يجهلون أن اليوم مثلا هو يوم عاشوراء، أن يوم عرفات لابد فيه من كذا وكذا مثلا، أو ارتبط به سنن نتعرف عليها سنزداد بها هدى وتقى بإذن الله تعالى، والعمل بالسنن سيكون في ميزان الحسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا ليتنا في مدارسنا في بيوتنا نشيع هذه المفاهيم. مثلا نحن الآن في شهر ذي القعدة أوشك على الانقضاء، على الانتهاء، وشهر ذي القعدة هو أحد الأشهر الحرم، وشهر أيضا من أشهر الحج، والحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وربنا تبارك وتعالى اختص الأشهر الأربعة بمزيد تشريف وتكريم، قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والأربعة الحرم هي شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر الله الذي تدعونه المحرم، والرابع هو رجب مضر. هذه الأشهر لها مزيد تكريم وتشريف عند الله، وعند من يعظم حرمات الله تبارك وتعالى. الطاعة فيها ليست كالطاعة في بقية العام، والمعصية فيها ليست كالمعصية في بقية العام، وبالتالي فهذه فرصة كبيرة جدا عند من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أن ينيب الإنسان إلى ربه، أن يتابع الواجبات بالمستحبات، وأعظم الواجبات ترك المحرمات. أنا لن أفعل ذلك إلا إذا ارتسم في حسي حرمة الزمان، إلا إذا تعرفت
على هذا الزمن الشريف سأسابق الريح في طاعة الله وأقول وعجلت إليك ربي لترضى. فهي أيام مباركة، وبالتالي أوشكت على الانقضاء، على الانتهاء، أن نختم هذه الأيام بإحسان. هذا مطلوب، وإنما الأعمال بالخواتيم. ما نحتاج لمنظرين ولكتب كثيرة في التربية، فقط أن نشيع المفاهيم، أن نوضح للناس ما جهلوه، أن نتعرف على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتابع العلم النافع بعمل صالح. الحسبة بسيطة جدا، لا تعقيد فيها ولا تحتمل الكثير من الفلسفات. نرفع الجهالة عن أنفسنا، والذي دعانا لأن نتعرف على مارس وإبريل، يعني هناك ما هو آكد وأهم لأن نتعرف على الأشهر العربية وما ارتبط بها من أحكام شرعية فقهية، الميقات الزماني للحج، يعني التعرف عليه مطلوب. كان الناس يهلون بالنسك في مثل هذه الأيام وارتبطت بها أحكام شرعية، والحج أعظم من الصيام. وكما ذكرنا بعد أيام قلائل بإذن الله تعالى سنستقبل شهر ذي الحجة، وهو أيضا أحد الأشهر الحرم وشهر من أشهر الحج، أو العشر الأول منه تتمت الميقات الزماني للحج. والحج له ميقات مكاني وميقات أيضا زماني، وبالتالي فأن تكون حرمة الزمان والمكان من الإنسان على بال، سنجد خير ذلك بإذن الله تعالى في الأقوال وفي الأفعال. شهر ذي الحجة هو نهاية العام الهجري، وبعده سنستأنف عاما هجريا جديدا يبتدئ بشهر الله المحرم، والإضافة للتشريف وللتكريم. هذه أيام أضافها ربنا تبارك وتعالى لنفسه كبيت الله وكناقة الله، والشهر هو شهر الله الذي تدعونه المحرم، شهر ذي الحجة الذي سيهل علينا بإذن الله تعالى. العشر الأول منه هي أفضل أيام العام على الوجه الصحيح، وهي التي أقسم بها سبحانه في كتابه، فقال والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ فالعشر الأول هي المقسم بها. البعض قال العشر التي أقسم بها سبحانه هي عشر المحرم، هي عشر كذا. لا، في أصح أقوال أهل العلم العشر المقسم بها هي العشر الأول من شهر ذي الحجة، والتي عناها النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح وثبت عنه بقوله: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. والله إن كان أرباب الدنيا لا يعرفون من الفرص والأوكازيونات إلا الأسعار الرخيصة وقطعة أرض رخيصة وسفرة إلى أمريكا تحصل من خلالها على بعض القروش، لا، ده أنا بحاجة لحسنة تثقل الميزان. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أنا بحاجة لأن أتاجر تجارة رابحة مع الله، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فهذه أيام مباركات لها شأن كبير عند الله تبارك وتعالى، وبالتالي فلا بد من الاجتهاد في طاعة الله في هذه الأيام. كل الطاعات متأكدة: الصلاة والصيام وتلاوة القرآن، الصدقات، صلة الأرحام، الدعوة وتعبيد الدنيا بدين الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ذكر الله، كل الطاعات متأكدة سواء كانت واجبات أو مستحبات. وأعظم الواجبات ترك المحرمات.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وفي الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فطريق فاصل ونعود بإذن الله تعالى. والفرحة جائزة كبرى، سنعود بإذن الله. والنصر ما أبهى شرعون يحفظنا، يدعو للبهجة والبشر.